مرحبا، أنا الفنان عماد حجاج، مرشح عن الدائرة الأولى في قائمة قول وفعل رمز القبة. أتشرف بخوض هذه المعركة الانتخابية مع هذه الكتلة المكونة من المهندس خليل عطية، المرشحة ميادة شريم، والإخوة رأفت القواسمي وحفيف الشتاوي وعبد الجليل الجنزاوي. يمكن الناس بيعرفوا عماد حجاج كرسام كاريكاتير، صاحب شخصية أبو محجوب ومبتكر رسمة كدر الأردن. ويمكن بيخطر السؤال عند الكثيرين، ليش عماد حجاج قرر خوض الانتخابات الآن؟ في الواقع يعني بعد 25 سنة من رسم أبو محجوب وما عرفتوه عن موقف عماد حجاج ومواضيعه الفنية ونضاله من أجل حقوق الشعب والمطالبة بها من خلال الصحافة ومن خلال الفن، قرر أن أخوض يعني منبر جديد وساحة أخرى. إن شاء الله سيكون أبو محجوب بمثل ما عهدته في عالم الصحافة وفي عالم الفن، سيكون كذلك في عالم العمل النيابي. تحقيق العدالة والمساواة يمكن هذه السمة اللي يعني بتلف معظم أعمالي أو يعني بتميزها، واللي بيشوف عالم أبو محجوب هو عالم الانحياز للبسطاء، عالم الانحياز للفقراء والمطالبة للناس الأقل حظا بهالمجتمع إنه ياخذوا حقوقهم. تحقيق العدالة يمكن أهم شغلة أنا عملتها هي رسمة كدر الأردن اللي بتذكروها، رسمة الأيادي الملتفة المتشابكة اللي بترمز للوطن الحلو اللي كلنا بنخاف عليه واللي كلنا حريصين إن شاء الله على رفعته وعلى إنه الكل يساهم من طرفه بإعلاء هذا الوطن. هاي الرسمة إن شاء الله إني بحاول إني أجسدها على أرض الواقع بتكاتف الأردنيين وتلاحمهم من أجل صنع برلمان يلغي الصور النمطية السلبية عن البرلمانات السابقة. هناك نقطة وهي عارة النظر في السياسة الاقتصادية القائمة على سد العجز من جيوب المواطنين والعمل على اجتراح سياسة اقتصادية جديدة تراعي الدور الاجتماعي للدولة. هنالك أيضا نقطة جوهرية أحب التركيز عليها وهي موضوع دارج من يعني الأشياء التي كنت أناضل من أجلها أثناء ما كنت أرسم الكاريكاتير أبو محجوب، ألا وهي نقطة دعم قطاع الشباب والاهتمام بقضاياهم وإيجاد فرص لتنمية مواهبهم. أنا بحكم عملي كفنان كنت على اطلاع دائم بالعديد والكثير من أصحاب المواهب الشبابية الذين لا يلقون أي تشجيع أو دعم من الدولة أو من غيرها، وأعتبر هذا على سلم أولوياتي وعلى رأس يعني سلم برنامج الانتخابي إن شاء الله دعم هذه الفئة الهامة في مجتمعنا. نحن نطمح من أجل أداء برلماني جديد، من أجل يعني قفزة جديدة في الحياة الديمقراطية في الأردن. أنا أعتقد بأن الظروف إن شاء الله تكون مواتية أكثر من مضى على أنه يعني ننجز شيء مما يطمح المواطن له في صعيد البرلمان، وإن شاء الله أنه أبو محجوب يكون عند حسن ظنكم، وإن شاء الله أن نكون خير من يمثلكم.